هاد الوقفه اللي كنضموها اليوم قدام هاد الشركه كتجي اولا في اطار البرنامج اللي دايروا الاتحاد المغربي للشغل على المستوى الوطني اللي هو شهر في شهر ديال الاحتجاج من 20 شتنبر الى 20 اكتوبر، احتجاجنا على القرارات الجائره والتراجعيه اللي خداتها الحكومه فيما يخص احاله مشروع قانون الاضراب على البرلمان وطرح قانون النقابات المهنيه وقرار تفويت مصحات الضمان الاجتماعي. فالاتحاد المغربي كيشوف بانه هذا الظرف اللي كتعيشه بلادنا هي ظروف عصيبه كتعيشها بلادنا، ماشي وقت طرح مشاريع القوانين، فهناك اولويات اهم عند الحكومه كان تشكيلها. هاد الوقفة اختارينا بالضبط في هاد الشارع بالضبط اللي قدام شركة ميروغليو للألبسة الجاهزة، هو تضامنا مع الأخوات المعتصمات منذ 3 أشهر أمام هذه الشركة احتجاجا على الطرد التعسفي اللي تعرضوا ليه بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي للشغل، فهم مجرد ما أسوا المكتب النقابي الشركة طردتهم. ثانيا انه ما بغاتش تعطيهم الاجور ديال الشهر ماي وجوان اللي خدموا فيها، فخدموا شهرين وما بغاش يعطيهم مشغل. فهنا كنشوفوا هاد الظلم وهاد الحقره اللي كيمارسها هاد المشغل في حق العاملات، بالاضافه الى هذا انه كيهدد مجموعه من العاملات والعمال اللي كيبلغ العدد ديالهم 250 اجير، كيهددهم بالطرد في حالة الى بقاو متمسكين بحقهم النقابي داخل الاتحاد المغربي للشغل. فالاخوات هنا راهما معتصمين وبواحد الروح النضاليه عاليه، هما الابناء ديالهم وما غاديش يحيدوا من هنايا الى ان يتم الحسم في هذا النزاع. علاش؟ لانهم طردوا ظلما وتعسفا، ما ارتكبوش اخطاء مهنيه. الباترون بنى القرار ديالو على قال لهم بانكم راكم في واحد النهار كانوا داروا وقفه احتجاجيه وكانت جات ليها الصحافه ودلاو بتصريحات الصحافه كيفضحوا فيها غياب شروط الصحه والسلامه المهنيه اللي كتحمي الاجراء من وباء كوفيد. فهاد التصريح بنى عليه، بينما اللي هو خافي انه الهدف هو انه محاربه العمل النقابي، دليل انه كيتسارع لداخل على العاملات وكيهددهم بالانسحاب من نقابه الاتحاد المغربي للشغل. وهاد المعركه اللي واخذها الاتحاد الجهوي راه ماشي غير هنا في منطقه البرنوسي، فغادي تمشي حتى الاحياء الصناعيه الاخرى، مولاي رشيد، سيدي معروف، النواصر، اضافه للتجمعات الاحتجاجيه اللي غيديرها الاتحاد الجهوي قدام مقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل.